قال حسين نوفل رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام إن نسبة الوفيات الطبيعية الناتجة عن الجلطات القلبية والدماغية ارتفعت من 40% إلى 70% من مجمل الوفيات في البلاد. وأضاف نوفل في تصريح صحفي أن الجلطات ارتفعت كثيرا نتيجة الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرا أن خسارة المواطنين لعقاراتها وأموالهم أدت لنشوء عوامل الجلطات القلبية والدماغية. وللحديث أكثر عن هذا الشأن ينضم إلينا من مدينة غزة إنتاب التركية الدكتور محمد محمود، مسؤول إدارة المشاريع بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة. مرحبا بك دكتور، بداية ما هي صحة هذه النسبة، وهل هي مقتصرة على مناطق سيطرة النظام أم يمكن تعميمها على كل أنحاء سوريا؟ بداية أشكركم على إتاحة الفرصة. بداية يعني قبل ما أعقب على كلام سيد نوفل، بداية لابد من الكلام عن إنه النظام منذ بداية الثورة، عندما حول الثورة السورية السلمية إلى المسلحة، مباشرة جعل من الكوادر الطبية والمشافي والمنشآت الطبية وحتى المعامل الأدوية الهدف الأساسي للقضاء عليه. نعم. منذ البداية حاول القصف بجميع المراكز الطبية حتى منع دخول أي مريض إلى المشافي الحكومية ولا حتى المشافي الخاصة في المناطق التي كانت تسيطر عليه. بعد ذلك حاول قصف جميع المراكز الطبية، لأنه كان العدو الأساسي للنظام هو الكادر الطبي والمشافي التي تعالج المرضى، رغم أنه هناك اتفاقية والنظام نفسه موقع على اتفاقية جنيف 1949 موقع عليه، وبموجبه أنه الكوادر الطبية والمشافي هو دائما لهم الحصانة حتى في جميع الحروب العالمية، أنه الحصانة والجرحى والأسرى لهم الحصانة بحسب القانون الدولي. طيب دكتور، تصريح رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي تحدث عن أسباب مادية فقط كفقدان العقارات والأموال أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات بالجلطات، ألا يوجد أسباب أخرى تسببت بارتفاع هذه النسبة؟ مثل ما قلنا يعني الأسباب الأساسية دائما النظام عم بتقول إنه يعني أكثر من 8 ملايين سوري نزحوا من سوريا بسبب إنه وضع الاقتصادي، ولم يذكر إنه النظام هو الذي يقصف المدنيين ويقصف يقصف الأخضر واليابس، حرق الأخضر واليابس في سوريا. فعندما نزوح دائما الأسباب الأساسية للجلطات، مثل ما نحن بنعرف لدينا عوامل خطيرة أساسية للإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية والوعائية، وهم هذه العوامل هو بالأساس بشكل طبيعي في الحالة العادية هو الداء السكري والتدخين والبدانة. أما بسبب ظروف قلة الأدوية، بالأساس الأدوية مثل ما قلنا قضاء على الأدوية، الداء السكري وقضاء الأدوية المضادات التخثر، كل ذلك ساهمت إلى عدم معالجة المرضى، بالإضافة إلى أنه حالة الهلع وحالة الفزع وحالة القصف وحالة الحالة النفسية التي تعيش فيها الشعب السوري أدت إلى زيادة الجلطات بشكل كبير جدا، رغم أنه بالثمانينات كنا عم نقرأ بالطب أنه أقل من 45 ما بتنصاب بالجلطات، ولكن حاليا الأقل من 20 سنة دائماً عم بينصابون بالجلطات نتيجة عدم توفر أي شيء في سوريا. فالنظام دائماً تحسب أنه كأنه نزهة والشعب السوري عم بيموتوا بحالة نتيجة حالة البطر أو حالة الاقتصادية، رغم أنه السبب الأساسي هو النظام، لأنه في الحالات التي خارج سيطرة النظام لا توجد مميعات للدم. نعم. بعد العمليات الكبيرة التي تتم في المشافي لا توجد مميعات، فمضطرين أغلبيتهم إلى استخدام مميعات بسيطة مثل الأسبرين، وهذا قد تؤدي إلى زيادة حدوث اختلاطات أكبر مما يستفيد منه المريض، بالإضافة إلى عدم وجود أي جهاز إيكو دوبلر لتشخيص الأزيات الوعائية التي تساهم في زيادة نسبة الحدوث الجلطات خاصة مرضى السكري والتدخين. نعم، شكرا لك الدكتور محمد محمود، مسؤول إدارة المشاريع بوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة.